أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في عربي 21 ارتفاع حصيلة قتل قمع التظاهرات في الناصرية جنوب العراق إلى 8. في الهيئة نت عشرات القتلى والمصابين في اعتداءات الأمن الحكومي على المتظاهرين في ذي قار. في العرب اللندنية عادل عبد المهدي يهدد بحرب أهلية في العراق. في المدى تواصل فعاليات العصيان المدني والإضراب العام، والحكومة المحلية تعلن عطلة رسمية لدوائرها. في الشرق الأوسط حظر تجول في النجف بعد إحراق قنصلية إيران. في العرب الجديد متظاهرون يضرمون النيران في القنصلية الإيرانية بالنجف والجيش يفرض حظرا للتجوال. وفي الجزيرة نت احتجاجات العراق شلل بالجنوب وعبد المهدي يتوعد بالصرامة ويصف الأحداث بالفتنة. أهلا بكم إلى عدد جديد من صدى الأقلام، وهذه المرة نبدأ بمقال منشور في صحيفة المدى. جاء في مطلعه: مع استمرار واستدامة ثورة الجيل العراقي الصاعد تتنامى آمال الشباب، بل وتتعاظم آمال كل العراقيين في ضرورة إحداث التغييرات الجوهرية الوطنية بامتياز التي يمكن وصفها بالجذرية في ظل بيئة وبنية للنظام السياسي القائم أضحت بحكم التجربة السياسية التي استمرت قرابة 16 عاماً، أضحت مشلولة بل وعاجزة بشكل يكاد يكون كلياً في إحداث التغيير الإيجابي المطلوب سياسياً ودستورياً. مقال للكاتب أحمد عبد الرزاق شكارة في صحيفة المدى. بمعنى من المعاني، فإن غياب الرؤية والتخطيط الاستراتيجي ما زال عقبة أمام إنجاز أي تقدم حقيقي، كما أن ما يعيق قيام أي حوار حقيقي مثمر ومجدي بين صناع القرار والجماهير الشعبية العراقية هو انتظار صدور أحكام قضائية مشددة بحق المتسببين بمقتل المئات والآلاف من شعبنا المتظاهر منذ بداية تشرين الأول حتى الآن. تماماً كضرورة رؤية حيتان الفساد الكبيرة تتم معاقبتهم بصورة حازمة، بصورة قانونية، نظراً لكون ذلك عاملاً رادعاً لاستمرار الفساد أو تجذره. جدير بالاهتمام أن مطالب الجماهير وصلت إلى الحدود العليا السامية المرجوة، وهي المطالبة بوطن يستحقونه ويستحقه عراق الغد. لماذا؟ صحيح إن الغنى في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة، ولكن كل من يتظاهر ويساند سواء من داخل ساحات التظاهر أو من خارجها متضامن مع المتظاهرين بصورة تضامنية، كل من موقعه وتخصصه وإنجازاته تؤكد أن غالبية العراقيين مدركون لخطورة المرحلة وللآمال العريضة المعلقة على التخلص من فساد ساد لمرحلة طويلة منتجا حالة من التخلف المتسع دامت 16 عاما. يختم أحمد عبد الرزاق شكارة مقاله بقوله إن مراهنة من بيده الحل والعقد من شخصيات متنفذة وأحزاب وكتل أو تيارات سياسية على أن استمرار الوقت لن يكون في مصلحة استمرار الشباب العراقي ستكون خاسرة، ولا شك في ذلك. في صحيفة العربي الجديد وعن الانتفاضة العراقية والدوافع والمآلات كتب عبد الوهاب القصاب مقالا نتابع جزءا منه. أدركت جماهير واسعة من شباب العراق وأغلبهم من الوسط الشيعي الذي كان مؤازرا وداعما للسلطة السياسية التي تهيمن عليها أحزاب الإسلام السياسي الشيعي طيلة 16 عاما عجافا، بعد أن فقد ثقته بهذه الأحزاب وطريقة إدارتها البلد وما تمخض عنها من فساد إداري ومالي ونهب منظم لمالية العراق وثرواته،
وما صاحب ذلك من نفوذ إيراني واسع النطاق تضمن حتى تحويلات مالية كبيرة وسحباً من احتياطات العراق النفطية من حقول نفطية مشتركة أو عراقية خالصة في وقت يعاني شباب العراق من العوز والبطالة والضياع. ويتابع القصاب، تغولت ميليشيا الحشد الشعبي وأغلبها مدعومة من فيلق القدس الإيراني، تغولت وأسهمت مع داعش بتدمير المدن السنية بذريعة تحريرها من داعش فضلاً عن تشريد أهلها، ما أثر كثيراً على الوضع الديموغرافي في المنطقة. الآن نذهب وإياكم إلى صحيفة العرب اللندنية، وفي مقال منشور فيها جاء فيه: حين تكون واشنطن غير معنية بما يجري في بغداد فإن ذلك إنما يعبر عن موقف جوهري كانت الولايات المتحدة قد اتخذته من العراق، البلد الذي ينبغي أن يذهب إلى خرابه. مقال للكاتب فاروق يوسف. تاريخ من الصفقات، ربما علينا أن نتوقع ذلك. فالولايات المتحدة التي صنعت مأساة العراق حين وضعته على السكة التي قادته إلى إيران لا تنظر بشيء من المسؤولية إلى ما يجري في ذلك البلد المنكوب. لقد تم تزوير العديد من الوثائق التي تعفي واشنطن من مسؤولية السماح للميليشيات الإيرانية بالدخول إلى الأراضي العراقية بعد الاحتلال الأمريكي، وهو ما لا يمكن تصديقه. لا يمكن أن نصدق أن الجيش الأمريكي كان غافلاً عن تسلل الميليشيات عبر الحدود العراقية الإيرانية. فالوقائع ليست بعيدة تاريخياً. كانت سلطة الاحتلال قد تعمدت فتح حدود العراق مع إيران وسوريا من أجل أن تتسلل الميليشيات والتنظيمات الإرهابية من كلا الجانبين. يختم فاروق يوسف مقاله بفقرة جاء فيها: على ما يبدو فإن العراق كان ضحية لمؤامرة اشتركت في التخطيط لها وتنفيذها أطراف تبدو من الخارج كما لو أنها متناحرة، غير أنها في الحقيقة كانت تسعى إلى تحقيق هدف واحد وهو تدمير العراق. الآن إلى صحيفة الشرق الجزائرية، وفي مقال منشور فيها جاء فيه: هنالك حالة من الاستغلال السياسي البشع يقوم بها مترشحون الرئاسيات للوضعية الاجتماعية الصعبة والمعقدة التي يعيشها معظم الجزائريين، حالة تتجاوز تقديم الوعود المجانية والمشاريع الزائفة التي لا أصل لها ولا أساس، لتمتد إلى حد الهوس بالتضليل وممارسة اللهف السياسي المحترف. مقال للكاتب قادة بن عمار، منشور في صحيفة الشروق الجزائرية. والمؤسف أنه لا يوجد سياسي واحد ينطلق بموضوعية من هذا الواقع الذي تعيشه الجزائر ليبحث عن حلول دون مراوغة أو كذب، وليسارع في تقديم وصفة علمية تساعد على الخروج من الأزمة وتخفيف تداعياتها دون الدعوة إلى التعايش معها مجدداً أو إعادة إنتاجها مرة أخرى. لكن الجميع يبرع في توصيف المرحلة السابقة ويتسابق في التغزل بالحراك الشعبي، لعل وعسى تحمله الصدفة التاريخية إلى السلطة، وحينها سيخرج علينا بكلام آخر وبتصرف آخر، ونكون في ذلك الوقت قد ضيعنا فرصة أخرى للأسف. مقولة إن الجزائر بلد غني بشعب فقير سببها الأساسي تلك السياسات الفاشلة التي لم تستطع أن تنتقل بالمواطنين من المعيشة الصعبة إلى المعيشة الكريمة، فكثير من الحكومات المتعاقبة برعت في إنتاج تلك الوعود، لا بل إننا وصلنا إلى مستوى قام فيه بعض السياسيين من أصحاب القرار بتوزيع الريع دون رقابة وبتقديم قروض دون فوائد ومنح أو منح مشاريع دون تنفيذها، وفي النهاية لم ينجح أحد في البلد ما عدا حفنة من الفاسدين واللصوص.
قالت مجلة سلايت الفرنسية إنه رغم ما آلت إليه سوريا في السنوات الأخيرة واستمرار الصراع في هذا البلد الذي كان يستقبل قبل عام 2011 نحو 8 ملايين من السياح سنويا، إلى أن البعض القليل من وكالات السفر والمدونين لا يترددون باقتراح إقامات مخصصة للاندماج مع السكان المحليين مع المرور أمام القرى المدمرة وزيارة مواقع أثرية مغطاة بعباءات الدمار. وأضافت المجلة الفرنسية أنه في حين أن كل الحكومات في العالم تقريباً تنصح بعدم الذهاب إلى سوريا، فإن هذه المحاولات لإعادة فتح باب السياحة إلى هذا البلد تثير انتقادات شديدة. إذ تنقل سلايت عن بكر عبيد وهو مواطن سوري كان يدير شركة سياحية صغيرة في دمشق قبل الحرب، تنقل عنه قوله: إنما تقوم به الشركات السياحية الآن هدفه الوحيد هو تطبيع النظام. واعتبر بكري أن هذه الرحلات السياحية تقوم بتبرئة النظام وتدفع العالم إلى نسيان الفظائع المرتكبة ضد السوريين. فالحرب لم تنتهي، وبالتالي فإنه مأساة أن ترى السياح يأتون لزيارة بلدك في وقت لا نستطيع فيه نحن العودة إلى بيوتنا لأن النظام صادرها. وأشارت سلايت إلى أنه منذ اندلاع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية قبل 9 سنوات تميزت الحرب في سوريا بالقمع الوحشي لنظام بشار الأسد الذي يشدد الآن قبضته على آخر معاقل المعارضة بشمال غرب البلاد تحديداً في محافظة إدلب، وذلك بمساعدة حليفه الروسي. وتقول صحيفة للتذكير فإن الصراع السوري أدى إلى مقتل أكثر من 500,000 شخص ونزوح 22 مليون آخرين. الآن إلى مقال منشور في صحيفة الغارديان وهو الأخير معنا في هذا العدد من صدى الأقلام، وجاء فيه: نشرت صحيفة الغارديان تقريراً عن حرب الدرون التي باتت تستخدم في النزاع الليبي الدموي. قال دان صباغ وجيسون بيرك وبيثان ماكرنان إن استخدام الطائرات المسيرة الدرون القاتلة والتي كانت سلاح الولايات المتحدة الوحيد باتت تتسبب بضحايا مدنيين بعدما تم تثوير صناعتها ودخلت في أكثر من نزاع، واحد منها النزاع الليبي المستمر منذ عام 2011. ويقول جليل الحرشاوي الخبير في معهد كلينغندال في هيتش إن حفتر تحول في الأشهر الأخيرة لاستخدام الطائرات المسيرة الرخيصة الثمن بعدما فقد الأمل بدخول طرابلس من خلال الحرب التقليدية، مشيراً إلى أن الحملة تهدف لتدمير معنويات أعدائه. وقال: تلعب الحرب الجوية دوراً كبيراً والطائرات المسيرة مفيدة، وشاهدنا ميلاً كبيراً لضرب الأهداف اللينة، وهناك تسامح مع قتل المدنيين وإن كان بطريقة تدريجية وفي غياب شجب دولي. وكشف في الفترة الأخيرة عن غارة قتلت 43 مقاتلاً تم شنها من القواعد الأمريكية في إيطاليا والنيجر. وقال الطوارق الذين يعيشون في جنوب البلاد إن الطائرات الأمريكية المسيرة قتلت 11 مدنياً، ولكن واشنطن أكدت أن الهدف كان جماعات من الإرهابيين ونفت سقوط مدنيين. ويقول المحللون إن النزاع في ليبيا استمر بسبب دخول الطائرات المسيرة غير المكلفة إلى ساحة الحرب. وتقول الصحيفة إن هناك طائرات مصنوعة في الصين تقدمها الإمارات العربية المتحدة للطرف الذي تدعمه وهو أمير الحرب خليفة حفتر، أما طائرات تركيا فتذهب إلى قوات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس بحسب صحيفة الغارديان وما جاء فيها. اعتدنا رؤية رسومات لحيوانات على الجداريات الأثرية رمزا لأهمية الحيوانات آنذاك، وشاع استخدامها لأغراض الزينة أيضا مثل استخدام أسنان وعظام الحيوانات لصناعة القلادات وحبات الخرز.
غير أن أحدا لم يتوقع استخدام أسلافنا للأسنان البشرية نوعا من الحلي، وهو ما عثر عليه أو ما عثر عليه فريق دولي، حيث وجد 3 أسنان بشرية استخدمت قلادات تعود إلى العصر الحجري. الحديث منذ ما يقارب 6500 عام مضت في مستوطنة شاتالاهوك الأثرية في قونيا بتركيا. ويبحث علماء الأثار حاليا فيما إذا كانت هذه الأسنان المستخدمة في صناعة الحلي قد أخذت من إنسان على قيد الحياة، أو أنها قد استخدمت على هذا النحو تذكارا من شخص فارق الحياة. إلى الكاريكاتير الآن. ختام صدى الأقلام لهذا اليوم، طاب نهاركم وإلى اللقاء.